بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنروح بقى في الايمج الايمجز اكتيفيتي. طبعا احنا محتاجين نعمل سيت ايمج ريسورسز. ازاي نشوف نعمل ريسورس للصوره؟ سيت فاكتوري مع الايمج اي مع الايمج بي. فانا رحت عملت ايه؟ عرفت فاريبل سميته ايمج ليست، وده هعرفه ايه؟ ك انت اري، وهديله بقى اسماء الايه؟ الايمجز اللي عندي. خد بالك انت اري، لان الايمجز عندي لما اجي بنادي عليها بالار دوت دروبل دوت وانادي على ايه على الصوره، هي اصلا الار بيخزن كل اسماء الفايلز بنمبرز، يعني بيعمل لها ليست اوف نمبر، يعني ارقام، تمام. وبناء عليها لما اجي اقول ار دوت دروبل دوت ايمج مثلا، وانادي على الايمج مثلا بتاعت فاير بيز، فدي اعرف ان ديت كده هترجع لي الاي دي بتاع الايه الفايل، وهكذا بقى ابدا احط كل الايه كل اسماء الفايلز اللي انا محتاجها. فهقول له r.drawable.image.java، ادي الفايل الثاني، واخدت كابي بيست كده، هقول له اغير كوتلين، واحط لي يعني ثلاث اربع خمس صور اللي انا كنت خدتهم كابي بيست وحطيتهم في الفايل، بحيث ان انا اقدر اشتغل عليهم وابدا اخلي الايمج سويتشر يقلب ما بين. فكده احنا عملنا ايه؟ الانت اري اوف، وحطيت الايه الايمجز بتاعتي 2 3 4 5 6، ماشي ماشي الحال. كده انا حضرت الايمجز ليست، تمام كده. ده حطيت طبعا كاز فاريبل عام جوه الايه الايمجز اكتيفيتي، وعرفت كمان واحد تاني برايفت فار، كنت ممكن اعملهم فال طبعا مش هغير فيهم اثناء، بس طبعا ممكن بعد كده يبقوا دول دايناميك في السيستمز الكبيره. احنا دلوقتي بنتعلم بس في الويدجتس، ازاي الويدجتس عشان لما نخش في البروجكتس يبقى انت اي ويدجت تيجي في بالك عايز تستخدمها انت عارف استخدامها عامله ازاي. فعرفنا الاندكس، والاندكس ده بنبداه بزيرو علشان يبدا ايه يبدا اول صوره معايا، وبعد كده ابدا اشتغل على الصور الباقيه. فقلت له ايمج سويتشر، وقلت له سيت فاكتوري، خلاص. وفي السيت فاكتوري انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ انا محتاج ابعت له كذا حاجه. انا هقول الاول طبعا الاسلوب ده، انا هعمل الاول القوسين اللي هم المدورين، وبعد كده القوسين اللي هم بتوع الكيرل بريسز، وجوه الايمج سويتشر. وهقول له بص انا هعمل فال ايمج فيو، وطبعا المفترض ان كل صوره من الصور دي هي ايمج فيو في حد ذاتها، تتعرض في ايمج فيو واحده، كلهم بيتدوروا جوه الايمج ايه؟ الايمج سويتشر. فقلت له بص الايمج فيو اللي هي العرض بتاع الصوره العادي ده، طبعا هو محتاج الكونتكست، فاديته ابلكيشن كونتكست كمجرد ديفينيشن للايمج فيو، لكن انا في الاخر عايز اخليه ياخد الصوره. فانا عندي الصور محطوطه في اري، فانا عايز ابعت له صوره صوره، بس الاول هظبط بعض الاتريبيوتس او بعض البروبرتيز اللي احنا محتاجين نظبطها للايمج فيو. فقلت له ايمج فيو اول بروبرتي انا عايز اظبطها حاجه اسمها سكيل تايب. السكيل تايب نوع السكيل، فهقول له هنادي طبعا على ثابت من سكيل تايب، هلاقي سنتر وسنتر كروب اللي هو يقطع، والسنتر انسايد في النص، وفيت سنتر يفيت الصوره على قد السنتر وبتاع. فدي كلها انواع الصوره عايز تحطها فين بالظبط، فانا اخترت فيت سنتر يعني يعمل ستريتشنج للصوره بحيث تفيت السنتر بالظبط. الايمج فيو دوت لي اوت بارامز او بارامترز او باراميترز، هقول له روح على فريم لاي اوت، وهنادي على الثابت اللي احنا طبعا عندنا برضو فريم لاي اوت برضو دوت لاي اوت بارامز، فريم لاي اوت دوت لاي اوت بارامز، مظبوط تمام. وافتح الاقواس بحيث ابعت له الحاجه اللي انا عايزها، فالثابت اللي انا عايزه، فانا هنادي بعديها على فريم لاي اوت، وعندي بقى ايه لاي اوت بارامز، لاي اوت بص بارامز دوت، وعندي بقى ايه هختار راب كونتنت، لا مش عايز راب كونتنت، انا عايز ايه ماشي، عندنا ماتش بيرنت، عندي راب كونتنت ماشي. قلت له ماشي، يعني هو طبعا انا هبعت له كذا كذا بارامتر يعني او بارامترز. فانا اول واحد قلت له الفريم لاي اوت اللي هو اللاي اوت اللي هتحط في الصوره، هبعت له طبعا اي لاي اوت لازم احدد له اكني بالظبط هحط الصوره جوه لاي اوت، والصوره دي هتبدا ايه تاخد تتحط جوه اللاي اوت ده. فاللاي اوت ده احنا بنحدد فيه بعد، بنحدد فيه حاجتين اساسيين قوي، اللي هو
الويدث والهايت عملت الاثنين راب كونتنت تمام على قد الايه الكونتنت. انا كده كده اصلا الايمج هبقى محدد لها في العرض بتاعها في الايمج سويتشر انا محدد لها عرض وطول معين. فانا يعتبر عملت ايه عشان بس نلخص اللي احنا قلناه دلوقتي، عرفنا الايمج فيو بس هنا بعرف بديفاين للايمج فيو بالكود تمام، بديفاين الايمج بتاعها بالكود. فبناء على ان انا عرفته بالكود فلازم احط لها البروبرتيز الاساسيه، قلت لها هي فيت سنتر وحددت لها البارامتر الراب كونتنت على حسب العرض والويدث والهايت باختصار يعني از فريم ايه لاي اوت، ده الفريم لاي اوت بتاعها. وبعد كده قمت عامل ايه، قمت عامل الايمج ايه الايمج سويتشر هقول له بقى سيت ايمج ريسورس. الاول طبعا انا عملت يعني ريتيرن للفاكتور بتاعي اللي هي الصوره يعني كايمج فيو. طيب وبعد كده قمت قال لي ايمج سويتشر دوت سيت ايمج ريسورس، وعايز بقى انادي على الصوره اللي هتتعرض في الايمج ايه سويتشر. فالصوره تتعرض في الايمج سويتشر هجيبها من الايمج من الايمجز ليست، وانا عندي الاندكس اللي هو بزيرو. طيب فالاندكس اللي هو بزيرو يعني معناها ان انا هعرض اول صوره، في الطبيعي انا هعرض اول ايه اول صوره تمام عشان الاندكس بزيرو. طبعا زرار النكست هيزود العداد ده. فانا باختصار الايمج فيو عملت لها السكيل تايب، عملت لها اللي اوت بارامترز ويدث وهايت بالفريم لاي اوت، وبعد كده حددت الايمج سويتشر حددت له الصوره اللي هي الاولى. النكست باتن بقى اكتب الكود بتاعها، فتقول نكست باتن دوت سيت اون كليك ليزنر، وقلت له الاندكس اول حاجه ان انا عايز طبعا ازود الاندكس، فهقول له الاندكس بتاعي هيروح على هيعمل بلس بلس للاندكس تمام. بس طبعا انا عندي كونديشن المفروض هيبقى اف كونديشن ان لازم يكون مش في الاخر، لان لو عديت الاخر هتبقى عندي مشكله. فقلت له لو الاندكس طبعا بلس بلس هحط بلس بلس الاول عشان يزيد قبل ما ابدا اعمل ايه ابدا اعمل الكونديشن بتاعي. لو كان اصغر من الايمج ليست دوت سايز تمام، لو الاصغر من الايمج ليست دوت ايه دوت سايز، في الحاله ديت هيبقى الاندكس بيساوي الاندكس تمام، الس هيبقى بزيرو. فقلت له اف ان بلس بلس الاندكس يعني الاندكس بعد ما يزيد ياخد واحد او كده كده هيزيد ياخد واحد. ثم هو لسه اصغر من الايمجز بس طبعا عشان بلس بلس في الاول فهي اول حاجه تختبر اول حاجه تتنفذ اقصد، فتبقى الاندكس زاد. وبعد كده هنسال بقى هل الايمجز ليست اصغر دوت سايز اصغر، طالما الاندكس اصغر خلاص خد الاندكس الجديد ده، الس لا ارجع بقى من الاول جيب صفر خلاص. يبقى لو كان الايمجز ليست دوت سايز لسه ما زالت اصغر من الايمج اندكس خلاص ما فيش مشكله، غير كده بياخد صفر. قلت له في الاخر قلت له الايمج سويتشر دوت سيت ريسورس، خليك على ريسورس انهو ريسورس، قلت له طبعا اللي هو الاندكس على حسب بقى. قلت له نيكست جاب لي جافا، نيكست جاب لي اللي بعده. طبعا بيطلعوا واحده كبيره واحده صغيره، ان انا عامل الايه لو رجعت انت عملت فريم لاي اوت لاي اوت بارامز ظبطتها، انا عامل اثنين راب كونتنت، لو انت عملتهم بقى مش راب كونتنت هيتعرض الصوره على حسب اللي انت ايه يعني حسب العرض اللي انت حصلها او الويدث اللي انت حصلها والهايت اللي انت عامله لها. وبكده شفنا الايمج سويتشر. والسلام عليكم.